وحول هذا الموضوع معنا عبر السكايب السيد حسن الحسن، باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. مرحبا بك سيد حسن معنا في نشرة الثامنة. وكما نعلم بأن مملكة البحرين تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع المملكة المتحدة، برأيك ما هي العوامل التي ساهمت في توطيد هذه العلاقات؟ عدة عوامل ساهمت في توطيد العلاقات البحرينية البريطانية، منها وعلى رأسها العلاقات التاريخية القديمة والمشتركة. التواجد البريطاني في البحرين وفي منطقة الخليج عموما تواجد قديم، وهو أحد الأساسات المهمة في تأسيس هذه العلاقات. هناك عوامل أخرى منها العلاقات والأسر الثقافية والتعليمية المشتركة بين البلدين. هناك عدد كبير من المواطنين البريطانيين الذين يتخذون من مملكة البحرين موطنا أو مسكنا لهم. بالمقابل هناك أعداد كبيرة من الطلاب البحرينيين الذين يتجهون للعمل وللدراسة في بريطانيا بشكل سنوي. إضافة إلى ذلك هناك طبعا عوامل جيوسياسية ومصالح جيوسياسية مشتركة. البحرين تعتبر هي القاعدة للتواجد البريطاني العسكري، وخاصة في مجال القوات البحرية في هذه المنطقة من العالم. وهنالك مصالح مشتركة من حيث تأمين حرية التجارة والملاحة البحرية، وأيضا مجابهة مختلف أنواع التطرف. إذن هنالك حزمة هامة من العوامل الثقافية والتعليمية والتجارية والعسكرية والتاريخية التي من شأنها توطيد هذه العلاقة. هناك طبعا على ربما رأس هذه العوامل هي العلاقات أيضا المشتركة ما بين العائلة المالكة البحرينية والعائلة المالكة البريطانية. هذه العلاقة تعطي نوع من الاستمرارية الهامة جدا على الرغم من التقلبات السياسية وتقلبات مختلف الحكومات والأحزاب في المملكة المتحدة أيضا. سيد حسن، لو تحدثنا عن الرؤى المستقبلية لتطور العلاقات البحرينية البريطانية. الأفاق المستقبلية لتطور العلاقات البحرينية والبريطانية تتبلور من حيث العلاقات، مستقبل العلاقات التجارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة التي يتم حاليا العمل عليها بين كتلة دول مجلس التعاون ككل والمملكة المتحدة. خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أصبح من الممكن عقد مثل هذه الاتفاقية الثنائية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون. إذن أعتقد أن مستقبل العلاقات ما بين الطرفين سيتبلور في المحور التجاري، وأيضا قد يتخذ شكلا من أشكال التعاون التكنولوجي والتعليمي، واللذان هما عاملان أساسيان في التطور الاقتصادي لكلا البلدين. نعم سيد حسن، كيف يمكن للبلدين الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات مثل التجارة والسياحة والتكنولوجيا؟ هناك عدة فرص لترسيخ العلاقات في مجالات السياحة والتجارة والتكنولوجيا أمام البلدين. أعتقد أن هذه الفرص تتطلب عمل مشترك يبني على التفاهمات والاتفاقيات السابقة في هذه المجالات. مثل ما أسلفت، هناك اتفاقية تجارة حرة يتم العمل عليها حاليا بين دول مجلس التعاون ومنها مملكة البحرين من ناحية وبريطانيا من ناحية أخرى. أعتقد أنه في حال تبلورت مثل هذه الاتفاقيات فإنها ستؤدي إلى تسهيل العقبات وتعبيد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري والتبادل التكنولوجي، من حيث أن يتم العمل على أن تتوائم البيئة التشريعية والمنظومة القانونية في كلا البلدين. أعتقد أن من شأن ذلك أن يؤثر إيجاباً على التبادل التجاري والاستثماري والتكنولوجي لكلا البلدين. نعم سيد حسن، بالنسبة لتعزيز التعاون بين البلدين، كيف يمكن تعزيزه في مختلف المجالات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟ تواجه مملكة البحرين ومملكة بريطانيا حزمة من التحديات الجيوسياسية، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
إقليميا الصراع الدائر في غزة وفي البحر الأحمر وفي اليمن وحتى في لبنان من ناحية، وعلى المستوى الدولي التوتر بين القوى العظمى والحرب الدائرة في أوكرانيا، كل هذه تشكل حزمة من التحديات أمام تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي أمام كل من مملكة البحرين ومملكة بريطانيا. هذه التحديات أيضا هي من ناحية أخرى تفتح المجال أمام المزيد من التعاون، خاصة في المجالين العسكري والسياسي الدبلوماسي. هناك بعض الرؤى المشتركة التي تجمع هذه الدول من حيث حلحلة هذه الملفات، التأكيد مثلا على حل الدولتين في السياق الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضا الدفع باتجاه عملية السلام في مختلف الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية. التعاون العسكري أيضا هو أحد المجالات الهامة في هذه العلاقة الثنائية، تأمين حرية الملاحة البحرية وهي على رأس أولويات العلاقة البحرينية البريطانية. إذن أعتقد أن هنالك فعلا تقلبات جيوسياسية هامة، ولكنها قد تعزز من التعاون من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة ما بين البلد. نعم، السيد حسن الحسن، باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، شكرا جزيلا لك.